الذي يموت كلالة من يأخذ بقية مالي بعد أخذ الإخوة والأخوات السدس أو الثلث. هو أنت تقصد الكلالة لأمه، الكلالة للأم، الكلالة للأم يأخذون الثلث مجتمعون، المتبقي أين يذهب إذا لم يكن له عصبات ولم يكن، فمن العلماء من قد يدخل هذا في بيت مالي المسلمين، والله تعالى أعلم، إذا لم يكن لهم من العصبات أحد، إذا لم يكن لهم من العصبات أحد.